واش الخوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي لكاع احبابنا وصحابنا اللي كيتفرجوا فينا وكيتولعوا معنا وكيساندونا دائما وابدا، تحياتي لهم كاملين ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اللي جيت نشارك فيه معاكم نتوما انتاج 2022 ديال واحد الكوبل عندي هنايا ديال لو بلون دومينو في العش ديالها تقريبا الثالث ولا ما عرفتش الثاني، غيكون العش الثاني ولا الثالث اللي غادي نولعكم فيه معايا بواحد الطوير اللي غادي تعرفوا عليه ان شاء الله وغادي تشوفوه وتولعوا معايا به. ايوا اجي دابا نجبدوه ونتعرفوا عليه مزيان. فوالا الخوت كيف ما كتشوفوا معكم بلانكو اللي هو هذا اول طوير في هذا الموسم اللي قررت تولع به وقررت ناخذه على والديه ونبقى نوكل فيه ونبقى نفقق فيه. وانتم كيف ما كتشوفوا راه اللهم بارك كيمشي ديريكتومون عند والديه. وصراحة شنو الخوت في هذا الموسم ديال 2022 ما وكلش ويلات ديال الكاميرا بزاف، علاش؟ حيت الحمد لله والشكر لله كانوا عندي الوالدين تبارك الله صلاحين كيوكلوا الوليدات ديالهم وما كنتش عاطي أهمية كبيرة للكناري بقد ما كنتش عاطي أهمية كبيرة للدريساج ديال الكالوبسيت. راكم عارفين اللي كاين بزاف ديال الناس باغيين لكم مود ديال الكالوبسيت مدريسين، وراكم عارفين الإقبال اللي ولا كبير على الكالوبسيت وعلى الفاسيباغاب المدريسين. لهذا كانوا عندي الحمد لله والدين صلاحين، قلت خليهم يوكلوا والديهم بلا ما نمشي نفقق الكنار ونخلي الاتجاه ديالي الكالوبسيت والفاسيباغاب والدريساج بصفة عامة. ايوا الخوت ما طولش عليكم بزاف، غنوريكم واحد الفيديوهات دابا ديال بلانكو منين كان صغير هو وخوتو كيفاش اول مره كلا من عندي بالسورانك وكيفاش كنت كنتعامل معاه منين كان صغير وكيفاش كانوا خوتو معاه اللهم بارك في العش ديالهم لانهم كانوا بثلاثه الوليدات تبارك الله. اجيو تشوفوا معايا دابا. Thank you.
انا اللهم بارك بلانكو راه تبارك الله كبر تقريبا دابا لاج ديالو راه تقريبا عنده شي شهر و10 ايام شهر و سيمانه بحال هكاك راه ولا كياكل راسه اللهم بارك وحاطه مع خوته راه ما كنخرجش مره مره راه مازال هو عنده واحد لافوبي من اليد ومن بنادم بصفه عامه وخاكش كنوكلو بزاف بيدير يعني ما خدمتش معاه بزاف كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو بانني ما مساليش لي كاناري باش نوكلهم باش بقى خدام معاهم ولكن اي حاجه عجبتني واي حاجه كتولعني راني كناخذها وكنلعب معاها وكنقصر معاها كنجبدو مره مره نلعب معاه ونجبدو نقصر معاه ملي كنكون ناكل وملي كنكون في كوزينه كنجبدو كنبقى لاعب معاه وانا اللهم بارك هو واقف فوق كتفاتي كيف ما كتشوفوا واحد الرساله بغيت نوصلها لاي واحد كيربي لي كاناري وفي هذه الموجه اللي كاينه دابا ديال الاسعار ارتفاع البذور وديال الكنار طاح الثمن ديالو وكذا وهذه راه الخوت اي حاجه كانت عجبك وكنتي مولع بها وكانت كتكون عندها واحد المكانه كبيره في القلب ديالك راه واخا يعطوك اي حاجه ما غاديش تبيعها بها كاين اللي قدر الله عنده اسباب باش يقدر يحيد الفراخ لانه ما عندوش فلوس باش يوكلهم ولا عنده الكثره وبزاف ديال الحوايج غتخلي يحيد الفراخ هذاك انا متفق معاه الله يسخر الامور حيد فريخات خلي شي حاجه تولع بها ولكن انت عندك واحد 4 كوبلات ولا 5 كوبلات ولا 6 كوبلات وتبدا تدوي على غلاء البذور وحقه وهذه وهذه هذا راه ماشي مبرر باش تحيد الفراخ ولا باش دير هذه ولا باش دير هذه لهذا الخوت تولعوا مطوياتكم والكنار راه واخا يوقع اللي وقع راه يبقى هو الحب ويبقى هو الاصل تحياتي لكاع حبابنا وكاع صحابنا اللي كيتولعوا معنا وكيتفرجوا فينا نتمنى من الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وبالنسبه للكناري الخوت اللي عندي انايا راه تقريبا الشنابر ديال بلون دومينو راه تباعوا كاملين داهم واحد الصديق من طنجه تحياتي ليه هذا المنبر اللي كان كيتفرج في هذا الفيديو هذا رجع عندي وداهم كاملين بقى شي حاجه ديال بلون دومينو قليله قليله وباقي عندي ان شاء الله المزيك جون باقي ما خرج حتى شي حاجه خرج تقريبا شي 4 بياسات وباقي اللهم بارك شنابرات باقي ما بغيتش نخرجهم دابا حتى يصفي والبداله ويتقادوا ان شاء الله وديك الساعه بوستيهم ونصورهم واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا والكنار راه غادي يبقى بعزو وما كاين حتى شي واحد اللي غيطيح من قيمته ولا غلي يهود القيمه ديالو بالنسبه للسورانك ديال التاكيل اليدوي راني غنحبس تقريبا واحد 3 شهور 4 شهور ما غاديش تبقى نجيبهم لا كونتيتي كلها تقادات بقاو تقريبا 3 بياسات مع 4 بياسات ديال السورانك من حجم 20 ميلي ما عنديش دابا حدايا ولكن اللي بغاها مرحبا به راه درت لها ثمن مناسب مناسب جدا اللي هو 150 درهم مع 6 ديال الريوصه والتوصيل داخل الدار البيضاء او خارج كازا على حسب داخل الدار البيضاء راه كتبقى ب 25 درهم وخارج كازا كتبقى ب 40 درهم توصلك حتى لباب الدار بقاو 4 ديال البياسات اللي بغاهم يتواصل معايا راه كنخلي النيم ديالي في لي كومونتير ولا يدوي معايا في لاباج فيسبوك اللي هي يوسف جيو مرحبا باي واحد بغى يتولع ومرحبا باي واحد خاصو لي كناري مرحبا بكم كاملين الخوت كنبغيكم بزاف تحياتي لكاع حبابنا مره اخرى وصحابنا اللي كيتفرجوا فينا وكيتولعوا معنا وكيجيو يشجعونا وكيتلاقاو معنا في السوق قريعه وكيديو معنا تحياتي لكم كاملين كان معكم بلانكو اليوم تحياتي لكم كاملين الخوت تلاقاو فيديو جديد وتلاقاو فلوق جديد واخر كلامنا الله يدير الخير